حياكم الله. لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. قلل المستشار المالي للسوداني مظهر محمد صالح من مخاوف إقرار موازنات 3 سنوات بسبب عدم استقرار أسعار الدولار ومخاوف عدم تلبيتها للاستحقاقات الأساسية للدولة والمواطن. وبحسب المستشار المالي، فإن موازنة السنتين اللاحقتين وبعد تشريعهما عرضة للتغيير والتعديل من جانب السلطة التنفيذية، شريطة أن يصادق مجلس النواب على التعديلات التي تتطلبها ظروف التعديل. وعلى الرغم من أن الموازنة الثلاثية ما زالت بحاجة إلى إقرارها داخل البرلمان، فإن الجدل ينقسم حولها بين الحكومة الحالية والأحزاب المتحكمة فيما يعتبرها اقتصاديون مخاطرة ولا تنسجم مع سياق الريع الذي يستند إليه الاقتصاد العراقي. أكدت مسودة مشروع قانون الموازنة المرسلة إلى مجلس النواب الحالي منع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة. وتضمنت مسودة المشروع احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، بما لا يترتب على أي تبعات مالية بأثر رجعي، على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة. كما تضمنت نقل ملف التعيينات في جميع المؤسسات الحكومية إلى مجلس الخدمة العامة ومنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة. أكد خبراء اقتصاديون أن توجه البنك المركزي نحو تفعيل وتنشيط الدفع الإلكتروني في العراق من خلال طرح أنواع عدة لبطاقات الدفع لا يمكن أن تتحقق غاياتها بسبب عدم وجود الثقافة المصرفية. أوضحوا أن مستوى الإقبال على هذه الخطوة سوف يكون ضعيفا جدا. وبيّن الخبراء الاقتصاديون أن أحدث الإحصائيات تشير إلى أن المتعاملين في أنظمة الدفع الإلكترونية لا يشكلون سوى 15% فقط من الشعب العراقي، وفق إحصائية صادرة من البنك المركزي العراقي. أعلن مصرف الرافدين اعتماد بيع الحصة الجديدة من الدولار للمسافرين بواقع 2000 دولار للمسافر الواحد. وذكر المصرف أن نافذة البيع تشمل 17 فرعا من فروع المصرف في بغداد، مضيفا أن البيع يتم وفق التعليمات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي العراقي فيما يخص بيع الدولار الأمريكي للمسافرين. هذا وكان نواب قد اعتبروا في وقت سابق أن عملية بيع العملة الأجنبية في المطار تعد بمثابة غسيل للأموال، متهمين جهات متنفذة بالانتفاع من هذه النافذة. تناقلت وسائل إعلام أنباء بشأن حزمة الضرائب ورسوم جديدة ومتنوعة تنتظر العراقيين، اعتمادا على المعلومات الأولية عن الموازنة الصادرة من وزارة المالية الحالية، حيث سيتم فرض ضريبة الخدمات على الأسواق الكبرى. ومن المتوقع أن تكون إيرادات الدولة منها 225 مليار دينار، فضلا عن ضريبة على تعبئة الوقود المستورد تبلغ إيراداتها إلى الدولة 25 مليار دينار. وبيّنت وسائل الإعلام أن ذلك سيحقق إيرادا للدولة يبلغ 450 مليار دينار، وأن الرسوم على الكاز ستحقق للدولة إيرادا ب 45 مليار دينار، فضلا عن ضريبة مقطوعة ستفرض على كل مسافر إلى خارج العراق. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.